مشاهدينا الكرام مساء الخير، تحية لكم في برنامجكم نبض التنمية. وفي هذا العدد نبض التنمية يستمد وتيرته من شريان من حديد وصف به مجازا النقل بالسكك الحديدية لما يحمله ضمن خطوطه وعرباته من مؤشرات تنموية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية تعتمد في أهدافها أساسا وقبل كل شيء المواطن الذي أرهقته العزلة وعناء التنقل. وسيكون تركيزنا على المشاريع والإنجازات السككية في الجنوب الكبير والهضاب العليا لما تحتله وسيلة النقل هذه من أولوية بالغة الأهمية في نقل المسافرين والبضائع. وللنقاش في هذا الموضوع يحضر معنا السيد أكتوش عبد الوهاب مساعد المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. مرحبا بك. أهلا بك. مرحبا، شكرا على الاستضافة. شكرا لك. ومعنا أيضا السيد مزار عبد القادر مدير مركزي بالوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز السكك الحديدية. مرحبا بك. مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة. شكرا لك. ومعنا أيضا من قسنطينة دكتور عز الدين بن تركي أستاذ في الاقتصاد. شكرا، بارك الله فيك. شكرا. إذن وفي البداية ولإبراز الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لتوسيع ودعم شبكة النقل بالسكك الحديدية بالجنوب الكبير كعامل محرك للتنمية المحلية، نستعرض كعينة ما حققه فعلا خط بشار وهران والذي ساهم بشكل فعلي في تحقيق الإنعاش الاقتصادي المحلي إلى جانب تعزيز الروابط الاجتماعية بفك العزلة. نتابع مع جاويد أبو أحمد. كل يعتبران شرطان أساسيان لا غنى عنهما لتحقيق التنمية المستدامة في أي منطقة كانت، ما يحتم الاهتمام بطبيعة وسائل النقل ونوعيتها. من بين هذه الوسائل الأكثر نجعة وتقليصا للوقت والجهد النقل عبر السكك الحديدية. قطار وشبكة السكة الحديدية عموما عندها أهمية بالغة على الناحية الاقتصادية أولا، بحيث أن أسعار نقل البضائع والله على سكة الحديد راح تكون أقل بكثير من نقلها بواسطة الشاحنات. ولاية بشار عرف هذا المجال فيها تطورا نوعيا منذ أن أنجز أول خط حديدي عابر للصحراء في تسعينات القرن الماضي. اليوم هذا الخط الاستراتيجي هو بمثابة العصب الاقتصادي والرابط الاجتماعي الذي يربط بشار بشمال البلاد. أنا عجبني الترا، أول مرة نرفد الترا عجبني، جبته من وهران بالشار. حسو بزاف مريح، وان بليس دو سا ما فيش لي زاري بزاف، وفي الكار من داك بزاف الكار هادي فرا يطلعوا يطيحوا اون بانو من هنا، والسكة الحديدية تجيني مؤمنة أكثر من طريق باغوت نورمال. إضافة إلى الشق الاجتماعي الذي يلعبه هذا الخط المحوري، هناك الشق الاقتصادي والذي لا يقل أهمية عن سابقه. فبعدما كانت الولاية تستقبل فقط البضائع من الشمال، أصبحت منذ ما يقارب السنة تبعث هي الأخرى منتوجها من القبح عبر مقطورات نقل البضائع. تقريبا 6000 واغون، 6000 قاطرة اللي كانت مستعملة جميع الأنواع، بما فيها اللي تنقل المحروقات ولا اللي تنقل الحبوب ولا المسطحة اللي تنقل الآليات إلى غير ذلك. في النهار راحنا نديستريبو 800 طن القمح اللي تجي من أدرار. الكونتيتي اللي تدخل باريك نوم قال دخلوا 4 كوامن كيما نقولوا راه فيهم 800 هذيك تجيني لاكار، انا نعاود نسرجيها في فاغويات. هاد لي فاغو هادو يطلعوا البليده سواء لنقل البضائع او لنقل المسافرين. يبقى خط السكة الحديدية بشار وهران من اهم المشاريع القاعدية الكبرى التي ساهمت وبشكل فعال في خلق حركية اقتصادية واجتماعية فعالة على الصعيد الجهوي والوطني ككل. نعم، إذن كما تابعنا السيد أكتوش عبد الوهاب، نحن نعلم حتى نفرق بين المؤسستين. بالنسبة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تعتمد استغلال هذه الإنجازات التي تمت، والوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز السكك الحديدية سوف نتحدث عنها فيما بعد، هي التي تتابع هذه المشاريع والإنجازات قبل أن تسلمها إلى الشركة الوطنية للاستغلال للسكك الحديدية. إذن في البداية نتحدث عن هذه الأهمية
الأهمية الكبيرة لهذا الشريان من حديد فعلا الذي ينقل التنمية عبر سكة حديدية. إذن توسيع هذه الشبكة خاصة بالنسبة للجنوب الكبير ربما بالغ الأهمية فيما يتعلق سواء بنقل المسافرين، يعني فك العزلة على هذه المناطق خاصة هناك مسافات طويلة، وكذلك نقل البضائع اللي هو استراتيجي بالنسبة للتنمية المحلية والتنمية الشاملة أيضا. شكرا. بالفعل أولا هنتكلم على نقل المسافرين وبعد نرجع إلى نقل البضائع. بالنسبة لنقل المسافرين بالفعل السكة الحديدية القطار هو وسيلة يعني من أهم الوسائل اللي تدخل في يعني فك العزلة على جميع مدننا اللي موجودة في أقصى الشمال أقصى الجنوب، وحاليا نحن نستغل ثلث خطوط اللي تدخل في عمق الجنوب، منها الخط اللي فات الآن من وهران حتى البشار، وأظن أنه يمر بنعامة وسيدي بلعبد، يمر بعين الصفرة نعامة غير ذلك من طابية، يعني الخط القادي الخط الشمالي ينطلق هو الخط الجنوبي هذا البشار من طابية وينزل حتى البشار مرورا على كل المدن اللي ذكرتيها على مسافة 720 كيلومتر من وهران، نعم، و570 كيلومتر انطلاقا من طابية، نعم. إذن قلت وهو يساهم اليوم بالفعل اللي وفر هذا الوسيله اللي هي الوسيله امنه بالفعل، واللي يعني توفر الراحه خاصه ان يعني عملنا في هذا الخط هذا الان يعني تكثر عليها الطلب، استحسنها سكان هذه المناطق، واذا احنا عملنا الان عندنا قطار ذاتي الدفع اللي هو فيه كل وسائل ترفيهية يعني فيها كل يعني بخدمات راقية ترتقي باستقبال المسافرين، نعم، وكذلك عندنا قطار كذلك من نوع عربات، نعم، عندهم يعني جر قاطرة، وحنا دائما في يعني نحاول نلبي رغبات يعني المواطنين تاع هذا النواحي الجنوبية، ومكاين كذلك خط آخر اللي هو ثاني مستغل اللي هو خص الجنوب واللي هو يربط ما بين قسنطينة وتقرت، نعم، مرورا هذا بالنسبة للجنوب الشرقي، نعم. بالنسبة للجنوب الشرقي احنا نستغل عندنا قطار ينطلق من الجزائر العاصمة نحو تقرت اللي هو في الوقت الحالي حبسناه من أجل يعني بالنسبة لبروتوكول صحي، نعم، لأنه هو قطار فيه مراقد، لكن حنا نفكر باش نعاود نرجعوا القطار هذا بال يعني بالكراسي تدريجيا، ربما تدريجيا بالكراسي يعني بالكراسي نجهزوه لان الطالب مازال هنا، ومن بعد ان شاء الله عندما تذهب هذه الجائحه ان شاء الله نعاود نرجع قطار، يعني هو القطار اللي لائم هذه هي قطار الليل، لان المسافه طويله باش تسمح للمسافر المواطنين يعني كي يركب في القطار يلحق صباح الجزائر العاصمة أو المدن اللي يعبر عليها القطار، نعم، ويقضي شغاله ويقدر يولي إن شاء الله العشية يعني باش يرجع لتقرت. نعم. نتحدث الآن بالنسبة للإنجازات والمشاريع المتعلقة بتوسيع هذه الشبكة على مستوى الجنوب الكبير، لأنه يعني ربما هو فعلا شريان حيوي يمكن أنه يحقق تنمية كبيرة على مستوى الجنوب الكبير، لأنه فيه عزلة فيه مسافات طويلة مسافات كبيرة. إذن ما هي المشاريع التي يعني تسجل ضمن الوكالة والتي تتابعونها حاليا فيما يتعلق بالجنوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خاصة بالنسبة للجنوب الغربي نبدأ ومن بعد نروح للجنوب الشرقي. نبدأ بالمشاريع التي وكلت للوكالة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. وكالتنا المشروع الأول اللي كنا قد استلمته الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وهو يربط وهران كما تطرق زميلي عبد الوهاب، يربط وهران ببشار على مسافة 720 كيلومتر. كنا والآن عندنا منذ سنة أو سنتين كنا قد جهزناه بأحدث الأنظمة الاتصال والإشارة، وحاليا قمنا قد عصرنا الخط اللي يربط بين قسنطينة إلى تقرت على مسافة 412 كيلومتر بنفس الأنظمة
الأنظمة الرقمية الجديدة وجهزناه بأحدث الأنظمة من نوع الاتصالات والأنظمة. هناك أنظمة الإشارة أنظمة الإشارة وهناك أنظمة الاتصالات ليستطيع سائق القطار أو العمال على الاتصال بمركز المراقبة على المستوى الجزائر العاصمة أو على مستوى المراكز الجهوية. أما الخط الشرقي الذي يربط بين عنابة حتى الجبل العنق على مسافة 388 كيلومتر، كنا عند 3 سنوات كنا أتممنا عصرنة الخط على طول الخط على مسافة 388 كيلومتر. الآن نحن بصدد رفع من طاقة استيعاب الخط. يعني أكبر عدد بالنسبة للمقاعد. حاليا نحن بصدد تثنية الخط. هو عبارة عن خط أحادي، ما كانش كان خط أحادي. عصرنا الخط كان، وحاليا نحن بصدد يعني ودي خط مزدوج يصبح خط مزدوج. الآن المقطع الأول الجنوبي اللي يربط بين جبل العنق وادي الكبريت على مسافة 176 كيلومتر هو قيد الإنجاز، ويتكفل بإنجازه شركات وطنية تمثل في كوسيدار. والمقطع الثاني الذي يعتبر صعب نوعا ما في التضاريس، يربط بين سوق أهراس عنابة، مناطق سهبية ربما اللي فيها مناطق جد جبلية وعرة يحتموا علينا إنجاز أنفاق وجسور كبيرة وكذا. احنا الان بصدد الانتهاء من الدراسات لانطلاق في الاشغال ان شاء الله قريبا. والخط وهناك الخط اللي يعبر من الشمال الى الجنوب في منطقه الوسط ويربط بين ميناء الحمدانيه حتى العنفرون. انتهينا من دراسات وسيتم الانطلاق في الأشغال قريبا إن شاء الله. وهناك الخط اللي يربط بين شفة وبوكزول على مسافة 140 كيلومتر أيضا. هو يعتبر قيد الدراسات وسيتم أيضا الانطلاق في أشغاله. سوف نعود إلى الهضاب العليا يعني فيما بعد. نذهب إلى دكتور عز الدين بن تركي أستاذ الاقتصاد معنا من قسنطينة. ربما سؤال بالنسبة للأبعاد التنموية والاقتصادية والاجتماعية أيضا الجوهرية في توسيع شبكة السكك الحديدية على مستوى الجنوب الكبير والهضاب العليا، لكن يعني فيما يتعلق بالشق الأول يتعلق بالجنوب الكبير، لأنه ربما رسم ملامح تنمية محلية يعتمد توسيع وسيلة النقل هذه لأنها ربما بالغة الأهمية بالنسبة للمواطنين، لأنها أقل تكلفة بالنسبة للطائرات وكذلك يمكن أن تختصر المسافات. شكرا بارك الله فيك. ما يمكن قوله بالنسبة للسكة الحديدية أنها من أهم الأنماط النقل والتنقل بالنسبة للبلدان، والجزائر ما أحوجها لتطوير هذا النمط في تنقل الأشخاص ونقل البضائع، لا سيما وأن البلاد تتميز بشساتها ما شاء الله، وأيضا بمواردها المتعددة والمختلفة في كل الأرجاء. لذلك كان الاختيار بالنسبة للسلطات العمومية في السنوات الأخيرة هو التوجه والإصرار على الاستثمار بشكل متواصل في البنية التحتية المتعلقة بالسكة الحديدية. لأن كما هو معلوم أن السكة الحديدية في البلدان التي عرفت تطور اقتصادي هائل خاصة انطلاقا من القرن 19، ونتكلم في هذا الخصوص على الدول التي كانت في خضم ثورة صناعية هائلة، أن الأثر التراكمي للسكة الحديدية هو معتبر إن على الصعيد الاقتصادي أو الصعيد الاجتماعي أو حتى الصعيد العمراني. بمعنى أن إنشاء السكة الحديدية في المناطق من شأنه أن يحدث ما يسمى بالوفرات الخارجية بالنسبة للأنشطة الاقتصادية أو العمرانية أو الاجتماعية. أيضا هو يقتصد في الموارد، لأن مقارنته بالأنماط النقل الأخرى هو أكثر كفاءة وأكثر رفاهية بالنسبة للمجتمع. التطور الذي حصل في هذه البلدان والذي نتمنى أن تكون هي يعني مرجعية بالنسبة لتطوير
هذا النمط بالجزائر هو أن هذا النمط متشابك مع الأنماط الأخرى، بمعنى أن نجد أن السكة الحديدية لها تواصل مع الموانئ، موانئ البلدان، ولها أيضا تواصل مع الطرق السيارة. هذا التشابك من شأنه أن يرفع الكفاءة العامة لمنظومة النقل لأي بلد. المرجو بالنسبة في الجزائر هو أن يكون هذا الترابط والتشابك ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير هذا النمط من النقل وأيضا التنقل. أيضا أن السكة الحديدية تعتبر الآن من الأنماط الصديقة للبيئة والتي تضمن ديمومة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية دون أثر كبير على الموارد الطبيعية. لذلك فيه تفضيل متزايد للبلدان للتوجه نحو هذا النمط وتأكيد التوجه نحوه بمزيد من الاستثمارات. لعل من نافذة القول الإشارة إلى القرارات التي اتخذت في كثير من البلدان والمتطورة جدا للاستثمار بشكل هائل في هذا النمط من النقل، ولأنه المرجو من العائد الاجتماعي نتاعو يكون كبير جدا وأيضا حتى العائد الاقتصادي. لذلك كانت التوجه الأخير للسلطات العمومية في الجزائر هو التأكيد على تطوير الشبكة الوطنية للسكة الحديدية. وممكن أيضا مراجعة أنماط إدارة الاستغلال فيها، لأن ما زال فيه مشكلات مطروحة بالنسبة. شكرا أستاذ، سوف نتحدث عن هذه الإشكاليات فيما بعد. خدمة عمومية. إذن سيد أكتوش عبد الوهاب، لما نتحدث على الجانب الاقتصادي والتنموي اللي عنده شق كبير مهم جدا أيضا في استغلال هذه الخطوط السكك الحديدية وتوسيعها وانعكاسها على هذه المناطق، لأنها ممكن أن تحقق إنعاش اقتصادي بشكل سريع ومباشر، ولاحظناه يعني ربما ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. أظن أنه راكم تسعوا فيه من خلال مشاريع معتمدة ضمن هذا المخطط، تعتمدون على إنشاء يعني قواعد لوجستيكية سوف نعود إليها حتى بالنسبة للوكالة، لتعتمد مناطق صناعية ومناطق وين فيه حركية تجارية ويكون فيها المحور الأساسي هو خط السكة الحديدية. بالفعل الجميع يعلم بأن قطاع النقل بالسكك الحديدية يأتي على رأس يعني القطاعات التي تدعم الهيكل الاقتصادي ويعتبر هو الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، ولا يمكن يعني نتصور تحقيق نمو اقتصادي متوازن بين قطاعات الاقتصاد دون تأمين احتياجاتهم، يعني تلك الاحتياجات اللي هذه القطاعات من النقل. لذا يعني معروف الشيما ناسيونال لاميناجمون تيريتوار لسنات في المخطط الوطني لهيكلة الإقليم، في توصيات اللي توصيات نتاعو خذيناها في لو شيما ديريكتور تاع السيكتور فيروفيير، يعني مخطط التوجيه لقطاع السكة الحديدية، هو قال ذكر يعني بعض لي زوبجيكتيف نتاعنا، الاهداف اللي هي على المدى المتوسط لازم نحن في المخطط لازم نلحق الى 80 مليون مسافر سنويا والى 15 مليون طن تاع نقل البضائع. والمعلوم ان اليوم حنا رانا ندور حوالي 43 مليون مسافر سنويا واقل من حوالي 5 ونص مليون طن تاع البضائع. وعلى المدى الطويل دائما في هذا المخطط يعني الاوبجيكتيف الهدف هو الوصول الى 120 مليون مسافر سنويا و35 مليون طن سلع سنويا. يعني هل في تقدم بالنسبه للتوجه الى هذه الاهداف ضمن هذا المخطط التوجيهي او ما زلتوا بعد؟ احنا عندنا مخطط يعني في الشركه الوطنيه للنقل بالسكة الحديدية عرفت يعني ديناميكيه جديده خلال السنوات الاخيره، بحيث احنا عندنا نحاول باش نوفر دي باز لوجيستيك يعني قواعد اللوجستيكيه اللي تجي في الهضاب وفي الجنوب. وحنا لما نتحدثوا على هذه القواعد هي الناقله ل
هذه الحركية التنموية في المنطقة، يعني تكون همزة وصل. نعم تكون همزة وصل، لأن الـ 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 لما نقول قاعدة لوجستيكية واش معناتها؟ هي كاين ارتباط يعني بين النقل بالسكة الحديدية والصناعة. إذا إلا حبوا احنا الصناعة نقدموا في المجال الصناعي، لازم نوفر هذه الوسيلة تاع النقل. والوسيلة تاع النقل يعني بخلق هذا الباز لوجيستيك في الاريال بي، يعني في الهضاب العليا في الجنوب وحتى أقصى الجنوب. يعني نوفر وسيلة لنقل البضائع، سواء البضائع اللي نجيبها من الشمال من الموانئ اللي إلى الجنوب ولا الهضاب العليا إلى أقصى الجنوب، وكذا المنتوج نتاع هذا التيسيو اندستريال تاع هذا المناطق يقدر العكس، يعني العكس كذلك. نعم. بالنسبة للوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز السكك الحديدية، يعني تتوجه في نفس هذا المخطط التوجيهي، يعني هي تنفذ ربما هذه المشاريع قبل أن تسلم طبعا، يعني فيه توجه كبير إذن لتطوير نقل البضائع، يعني الحركية التجارية عن طريق هذه القواعد اللوجستيكية. فما هي المشاريع ربما خاصة بالنسبة للجنوب الكبير قبل ما نتحدثوا على الهضاب العليا فيما بعد؟ ربما مثلا خط بشار تندوف هو مشروع مهم جدا، لأنه يربط يعني المنطقة بغار جبيلات، مصنع هو منجم غار جبيلات اللي هو مهم جدا، يمكن أن يعني يحقق فعلا تنمية محلية وتنمية وطنية شاملة أيضا. بالنسبة للمشاريع، مشاريع الوكالة في المخطط إنجاز المشاريع الحالية، المشاريع الحالية نحن قمنا بإنجاز في جميع الولايات، مدن الولايات، محطات لنقل البضائع في كل منطقة يوصل لها القطار، أي ولاية يوصل لها عندنا محطات كبيرة لنقل البضائع. وتم ربط هذه المحطات بالمناطق الصناعية والمناطق النشاطات. هناك عدة مشاريع في الجنوب، نذكر على سبيل المثال محطة، نحن بصدد إنجاز محطة كبيرة لنقل البضائع في تجورت، وهناك في بيسكرة، وهناك في الجلفة، وتم وفي عين وسارة، وفي بوكزول، وفي الأغواط. هذه مشاريع سوف تنجز، هي قيد الإنجاز، هي قيد الإنجاز حاليا. نعم. في 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 محطة الجلفة تم وضع السكة، تم نحن بصدد تجهيز كل محطة نقل البضائع. نعم. في تجورت أيضا، وفي حاسيم سعود. نعم. القطب بالبترولي أيضا نحن بصدد إنجاز محطة كبيرة لنقل المسافرين والبضائع، خاصة أنه راح يكون ربما خط تجورت حسيم سعود اللي هو قيد الإنجاز، هو حاليا هو. نعم. قيد الإنجاز، ويعرف تقدم، راه في حوالي 70 حتى 75%. نعم. نسبة الإنجاز، نحن الآن رانا نديرو في ليغار، في روفيار، سواء ليغار مارشانديز ولا ليغار فواياجور، في المنطقة في لا نوفيل فيل دو حسيم سعود، وهناك في القطب البترولي أيضا. نعم. وفي منطقة تقول لربطه بالخط النازل من قسنطينة نحو تقول، مرورا بسكرة، باتنا، كل مناطق الهضاب العليا حتى الجنوب. وهناك أيضا الخط اللي يربط بين عنابة وجبل العاق، نحن بصدد أيضا إنجاز محطة كبيرة على مستوى جبل العاق، وهناك في واد الكبريت لربطها، وهناك في تبسة لربطها بالخط الهضاب العليا. في البرنامج تاعنا نحن كوكالة، في المخطط تاعنا راح نربط جميع مناطق الوطن، سواء الهضاب العليا أو الشمال بالموانئ والجنوب، بمحطات عصرية ومحطات لنقل البضائع تكون تستوعب هذا الكم. نعم. من إذن سننتقل إلى الشق الثاني وهو متعلق بالهضاب العليا، مشاريع وإنجازات خطوط السكك الحديدية حيوية ترافق الجهود التنموية محليا ووطنيا، ويمتد ذلك إلى توسيع هذه الشبكة بالهضاب العليا وربطها بالجنوب الكبير والشمال وكذا. إذن مشروع السكك الحديدية بين الجلفة الغواط وبوكزول يسجل ضمن هذه الديناميكية التنموية. نتابع مع شوقي محمد بونيف. ربط الشمال بالجنوب بوسائل نقل حديثة ومتطورة، فمشروع السكة الحديدية في شطره الأول بوكزول الجلفة والشطر الثاني الجلفة الغواط، فهذا المشروع سيسهم بشكل كبير في الحركة الاقتصادية وكذا نقل الأشخاص والبضائع. فهذا الخط
سيجهز بأحدث الأنظمة في الإشارة والاتصالات. الأشغال تسير بوتيرة جد متسرعة، وهذا لإنهاء المشروع في أجاله المحددة، ويقوم بهذا المشروع أيادي جزائرية 100% ومؤطر بإطارات جزائرية، يدعم محلية 100%. وهذه الأيادي العاملة في هذا المشروع ستكتسب خبرة في مجال المنشآت الفنية أو في وضع السكة الحديدية. منشآت ضخمة ضمها هذا المشروع في شطريه على مسافة 250 كيلومتر، كمحطات للمسافرين والبضائع، بالإضافة إلى الأنفاق والجسور التي أنجزت وفق معايير عالمية. تكفلت بإنجازها مؤسسة كوسيدار بكل فروعها. وهذا الخط السكة الحديدية يتكون من 5 جسور كبيرة زائد 19 منشآت فنية ذو المرور السفلي، و19 منشأة فنية ذات العبور العلوي، زائد 3 أنفاق. مشروع خط السكة الحديدية بوكزوج الفا، نشرف الآن على وضع السكة الحديدية على طول 140 كيلومتر. يضم هذا المشروع منشآت قاعدية وفنية عبارة عن 5 جسور، 40 جسر ممر سفلي وممر علوي، و3 أنفاق. الخط الرابط ما بين الجلفة، ولاية الجلفة وولاية الغواط، على مسافة تقدر ب 110 كيلومتر، هو خط اختراقي مكمل للخط الجلفة بوكزول. يتألف هذا المشروع من منشآت فنية يقدر ب 45 منشأة فنية، بالإضافة إلى منشآت إدرولوجية أو منشآت بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله
لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته. للخط جلفاء بوكزول يتألف هذا المشروع من منشآت فنية يقدر ب 45 منشأة فنية، بالإضافة إلى منشآت إدرولوكية أو منشآت لتصريف مياه الأمطار اللي تقدر ب 133 منشأة. عملية الإنجاز هي في تقدم معتبر. فهذا الخط الاختراقي للسكك الحديدية وسط يمتد من الجزائر العاصمة البليدة مرورا بالمدية الجلفة الأغواط إلى غاية مدينة حسي مسعود، سيسهم بشكل كبير في تطوير وتنمية الحركة الاقتصادية وكذا تخفيف الضغط على الطريق الوطني رقم 1 بأبعاد اقتصادية واجتماعية طويلة المدى. نعم، إذن كما تابعنا مشاريع سككية عملاقة وضخمة يعني تخترق ربما مسافات كبيرة سواء في الهضاب العليا في الشمال أو في الجنوب. بالنسبة للشركة الوطنية لنقل السكك الحديدية تعتمد أيضا بالموازاة ومرافقة هذه المشاريع الضخمة تحديث أيضا وسائلها من خلال ربما اعتماد عتاد حديث وعصري يتماشى مع هذه الحركية التنموية. نعم، احنا كشركة الوطنية للنقل السكك الحديدية هي اللي تستغل هذا المنشآت. نعم. وموازاة مع هذا المشاريع يعني هذا البرنامج نتاع انجاز الخطوط الجديده والمنشآت القاعديه، الشركه الوطنيه للنقل السكك الحديدية ثاني قام عندها برنامج نتاع اقتناء العتاد اللازم لي يعني pour répondre يعني la demande استجابة للطلبات إجابة للطلبات ككل. بالنسبة لي احنا في السنوات الأخيرة الشركة يعني اقتنت العديد من العربات لنقل المسافرين جديدة حديثة راقية الخدمات منها أخيرا 17 القاطرة ذاتية الدفع. نعم. وهي فيها البيمود يعني تسير بالديزل يعني مزدوجة وبالكهرباء كذلك. وعندنا ثاني مؤخرا من 30 قاطرة اللي عندها بيسونس كبيرة اللي برمجناها اللي يعني أخذ بعين الاعتبار خاصة مشروع الفوسفات. نعم. يعني استغلال منجم الفوسفات في بلاد الهدبة. نعم. اللي هو مشروع كبير جدا مع إنجاز وحدات صناعية في واد كبريت كان علينا هو كذلك هذه القاطرات اللي اقتنيناها باش ربما عندها خصوصية تتماشى مع المصدر تتماشى. نعم. مع هذه المواد القاطرات يعني العديد الضخمة الكبيرة. نعم. الكبيرة. نعم. نعم. هذا من جهة، وكذلك قمنا بصيانة وإعادة تهيئة عديد من العربات المسافرين في الورشة نتاعنا في سيدي بلعباس وين يعني قمنا بإعادة تهيئتها كاملة ووضعنا فيها كل يعني مستلزمات السفر المريح اللي باش المواطن تاعنا يكون. وكذلك ما ننساش باللي الصيانة هي كذلك عامل هام في توفير يعني العتاد هذا، وصيانة العتاد عندها يعني أهمية بالغة عندنا في الشركة. نعم. الوطنية للنقل السكك الحديدية حيث عندنا كثير من الورشات اللي تتكفل ب يعني صيانة القاطرات أو العربات المسافرين، خاصة أنه تسيير هذه الخطوط يعتمد أساسا على الصيانة وإعادة تهيئة هذه الخطوط أظن دوريا لأنه مهم جدا. بالفعل. حكم أنه فيه مناخ تغيرات يعني ممكن أنه يطرأ عليها ربما اضطرابات مناخية. إذن في نفس السياق عصرنة وتحديث هذه المنجزات أيضا يكون على عاتقكم باقتناء ربما يعني كل ما هو حديث وعصري من
أجل الرفع بخدمات هذا الخطوط السككية وخطوط السكك الحديدية، مثلا إعادة تهيئة ربما حتى سكة الخطوط الحديدية حتى تتماشى مع السرعة اللي يمكن يكون عليها القطار مثلا؟ نعم، بالنسبة احنا هناك في البرنامج تاعنا محورين. المحور الأول هو عصرنة الخطوط القديمة. نعم. كنا قد قمنا بتجديد السكة وكل الأنظمة في الخطوط القديمة، من سواء على الخط الشمالي أو الخطوط مثل كنت تطرقت ليه والذي يربط بين قسنطينة وتوغوت على مسافة 410 كيلومتر. قمنا بتجديد كامل الخط ووضع أنظمة جديدة، أنظمة عالمية ذو مقاييس عالمية من نوع الRTMS والاتصالات من نوع GSMR. هي عبارة وفق معايير عالمية، وفق معايير دولية. هي شبكة للهاتف النقال خاصة. نعم. بمجال السكة الحديدية، خاصة للسكة الحديدية. أدرجت الآن حاليا؟ نعم، هي نعم. هي قيد الاستغلال من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية. وقمنا أيضا بتجديد الخط، كنت تطرقت لي أيضا، الذي يربط بين عنابة إلى جبل العنق لاستغلال الفوسفات في جبل العنق. نعم. وبلاد الهضبة، والآن يتم التثنية. المحور الثاني وهو إنجاز خطوط جديدة التي تربط بين مثلا كما قلت لك توغورت. قمنا بتجديد الخط من قسنطينة إلى توغورت، الآن نحن بصدد نزول نحو الجنوب. نعم. هناك الخط اللي يربط بين توغورت وحاسم سعود على مسافة 156 كيلومتر، الآن ينجز هما خطوط جديدة عصرية بسرعة 220 كيلومتر في الساعة. نعم. ويستوعب قطارات ب 220 كيلومتر في الساعة وقطارات لنقل البضائع والمسافرين. ربما الإشكالية فقط حتى نكون واقعيين، يعني ربما فيه تأخر كثير بالنسبة لمشاريع السكك الحديدية. يعني تحدثنا قبل ما ندخلوا للحصة، قلت لنا بلي فيه ربما عوائق وربما تأخذ وقت من أجل حلها، خاصة أنه فيه خصوصية بالنسبة لإنجاز خط السكك الحديدية. ممكن تحدثنا عليها باش حتى يفهم المشاهد؟ نعم. يعني ربما يقول لك علاش تأخر هذه المشاريع كثير وتدي وقت كثير. هذه فرصة اللي راح نشرح فيها المراحل اللي يعبر عليها لإنجاز خط للسكة الحديدية. كما تعرفون خط للسكة الحديدية أو طريق وكذا، خط السكة الحديدية يعتمد على معايير تقنية جد دقيقة. نعم. من حيث لازم الخط السكة الحديدية لازم يكون على طريق مستقيم. نعم. ايضا الميل لا ديكليفيتي لازم تكون 16 بور ميل، تسمى 1.6%. ثانيا هناك العامل المناخي، ماشي المناخ. نعم. العامل واش راح نوجدوا في يعني مثلا انابيب البترول. نعطيك مثال بسيط الذي يربط توغورت بحاسم سعود على مسافة، راح قمنا بتحويل الخط على مسافة 40 كيلومتر. نعم. لاستناب الأنابيب البترول اللي كانت. نعم. تطلع نحو الأرزو وكذا. بون الآن ندير لك باختصار. سوف نعود إلى ذلك، فقط نروحوا للدكتور عز الدين بن تركي حتى يكلمنا على الانعكاسات ربما الاجتماعية والاقتصادية على سكان هذه المناطق. يعني نتحدث هنا على التنمية المحلية بشكل خاص، يعني بالنسبة مثلا لطلبة الجامعات على مستوى هذه المناطق يسهل عليهم التنقل، خاصة أنه التكلفة تكون أقل، بالنسبة لخلق مناصب الشغل لكل هذه المشاريع الحيوية اللي تكون على يعني مسار هذا السكة الحديدية. صحيح، فيه أثر هائلة، وهذه الأثر الحقيقة تمت مشاهدتها في كل الدول التي اعتمدت هذا النمط بصورة استراتيجية. السؤال الذي يطرح بالنسبة لبلدنا، رغم هذه الإنجازات، التوسعة وتثنية السكة الحديدية وتعزيزها بأنظمة المعلومات والاتصالات والإنفاق الهائل على البنى التحتية بالنسبة للسكة الحديدية، دائما التساؤل الذي يرجع لنا نحن كاقتصاديين وخاصة مهتمين بالشأن العام، لأن فيه تقييم لسياسات عمومية متعلقة بالإنفاق العام، الآثار المتوقعة من كل هذا حجم هذا الإنفاق
ليست بالصورة المناسبة. يعني الأرقام التي تقدم دائما بالنسبة لنقل المسافرين أو نقل البضائع هي في الحقيقة متواضعة جدا بالنظر إلى حجم الشبكة وحجم الإنفاق السنوي وحجم الدعم الذي تمنحه الخزينة العمومية مثلا للشركة المستغلة اللي هي شركة السكة الحديدية. إذن احنا السؤال الذي يجب أن نطرحه ونلح في طرحه، لماذا فيه هذا عدم التناسب بين حجم الإنفاق والآثار الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة لهذا النمط من النقل؟ الملاحظ في دول أخرى أن هذا النمط يسمح بتقريبا له الحصة الأكبر بالنسبة لسوق النقل، سواء كان بالنسبة للمسافرين أو البضائع. الحصة في الجزائر هي متواضعة جدا، ما زالت متواضعة، والأرقام يعني الرسمية تؤكد ذلك. نعم. علاوة على ذلك فيه دائما حالات من نقدر نقول عدم الاستقرار الاجتماعي بالنسبة للشركة المستغلة، وهذا يرجع مرة أخرى ليطرح مشكلات متعلقة بإدارة هذا المرفق، خاصة ما تعلق بالمنظومات المكافآت والعلاوات الممنوحة لمستخدمي هذه الشركة. هذه المسائل يجب أن تطرح ويعاد النظر فيها بشكل يسمح بجعل الحجم الإنفاق العمومي على هذا النمط من النقل يتوافق مع النتائج المتوقعة منه، إن على الصعيد الاجتماعي أو الصعيد الاقتصادي. الأكيد أن بالنسبة لهذه المشاريع التي أطلقت منذ سنوات أنها ستكون لها أثر هائلة بالنسبة للتطور الاقتصادي، بالنسبة للمناطق الصناعية الجديدة، أو بالنسبة أيضا للمناطق المتعلقة بالزراعات الواسعة، يعني التي ستكون في الهضاب وفي الجنوب، لأن فيه إرادة سامية الآن بالنسبة لتطوير الزراعات في الجنوب بالنسبة للمحاصيل الكبرى. وأكيد أن أفضل نمط لنقل المحاصيل نحو الشمال، نحو أرجاء الوطن وحتى الموانئ إن كان ذلك القصد منه التصدير، ويبقى السكة الحديدية. أيضا فيه مسألة يجب أن تطرح على المعنيين، هو المتعلقة بأي نمط طاقوي يمكن أن تكون عليه السكة الحديدية مستقبلا. هل سنكتفي فقط بالنمط الهجين اللي هو بدأ يدخل منذ سنوات إلى الشبكة، أو ننتقل تدريجيا إلى تعزيز النمط الكهربائي الذي أثبت نجاعته في شبكات السكة الحديدية في كثير من الدول؟ يعني هذه الأسئلة الاستراتيجية يجب أن تكون عليها إجابات، وإجابات من طرف المعنيين بإدارة هذا المرفق أو من هم مكلفين بمتابعة المسألة، مسألة تطوير النقل بالسكة الحديدية بالجزائر. إذن سيد أكتوش عبد الوهاب، استمعت إلى الانشغالات والإشكاليات التي طرحها الدكتور بن تركي، ربما في عدم التوازن بالنسبة للأرقام، يعني حجم الاستغلال، لماذا عدم التوازن هذا، وكذلك بالنسبة لاستغلال ربما يعني طاقي من خلال استغلال الكهرباء ربما أنظف من بالفعل كطاقة. اولا يعني بالنسبه للحصه تاع النقل السكه الحديديه اللي اعتبرها الخبير يعني ضئيله بالنسبه مقارنه مع الدول المتقدمه في هذا المجال، لازم نعرف بان شبكه السكه الحديديه راهي الان في صدد يعني التنميه نتاعها والتوسع نتاعها. لازم نعرف بان اليوم بالنسبه للشركه الوطنيه للنقل السكه الحديديه كنا دائما أن البلان ترونسبور تاعنا بالنسبة لنقل البضائع دور حوالي 8 إلى 8.5 مليون طن سنويا، وهو بالفعل يعني رقم ضئيل، لكن لازم نعرف بأن الخط نخرج من الجنوب ومن الهضاب العليا اللي فيه النشاط الحيوي الأكبر هو الخط الشمالي اللي هو كذلك الآن راه بصدد تحديث. هذا أولا. ثانيا كلنا نعرف ارتباط النقل البضائع بالصناعة،
احنا عملنا يعني كان مشاريع ضخمه، وحنا عملنا حتى يعني دي زانفستيسمون بول في 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 العتاد بالنسبه ل يعني نقل هذه العربات المخصصه لنقل البضائع اللي هي مرتبطه بالصناعه، ونذكر من بينها تاع اكياس في جيجل، وكذلك المركب هذا تاع الفوسفات في واد كبريت، يعني كاين ارتباط معها. اليوم حنا ربما نتحدثوا حتى على التجربه تاع البارح تاع الانطلاق تاع الخط بين مسيله وميناء بجايه، لانه مهم جدا لما نتحدثوا على يعني تنميه وتطوير التصدير في الجزائر، لانه يمكن ان تكونوا عبر هذه سكة الخطوط الحديدية كقاطرة فعلا للتصدير اللي هو ينعكس على التنمية المحلية والتنمية الاقتصادية في الجزائر. هذا الشيء اللي احنا نعمل من أجله دائما. وندير ملاحظة بالمناسبة، احنا السكة الحديدية تدخل إلى جميع موانئ الجزائرية، لكن الملاحظ هو أن في هي السكة الحديدية داخل الموانئ هي نيكيبمون تاع الميناء. نعم. لاحظنا في السنوات الأخيرة بأن العديد من هذه يعني السكة الحديدية يعني تدخل بيتومي وغلقناها، وبقاو بعض يعني ما تشتغلش ما خلقوها في في الموانئ. وحنا لا فورس نتاع القوه نتاع النقل بالسكه الحديديه انها تدخل في الميناء، لان هنا اللي يكمن يعني الدور تاعها يكون مباشر، يعني مباشر تنقل البضاعه على مستوى الميناء باش يعني نتفاداو النقل نقلوها في الشاحنه ثم تروح للباز وكذا. هذه الامور وحنا نعمل، يعني احنا نتمنى ان كل المنشات السككيه اللي موجوده داخل الموانئ يعني نعاودوا نفتحوها، وحنا جاهزين باش نساعد يعني الموانئ. هي موجوده من قبل لكن موجوده من قبل ربما غير مستغله، لا في بعض الاحيان. نعم. رودمت. نعم حتى يعني. حتى اما بالنسبه ل يعني كهرباء السكه الحديديه، هو نذكر بان في البرنامج اللي متكفلة به الوكاله. نعم. هذه هو الخط لو ريزو الشبكه كل راح تكون مكهربه، وهذا يعني خلاص يعني خلاص ممكن انه تحدث لنا على هذا المشروع لانه مهم جدا ربما الانتقال الى كهرباء السكه الحديديه حتى نواكب ايضا المعطيات الدوليه والمعايير الدوليه في النقل السككي. احنا بالنسبه لكهرباء الخطوط السكه الحديديه عندنا برنامج كبير اللي راح يمس جميع الشبكه الوطنيه الحاليه. في المرحله الاولى كنا قد تمت كهرباء جميع الخطوط الجزائر العاصمه وضواحيها، وانشانا مؤخرا خطين ليربطوا بين تيزي وزو والجزائر العاصمه وهو مكهرب ايضا تمت كهربته، وايضا الذي يربط زيرالدا الجهه الغربيه الذي يربط زيرالدا ببيرتوتا والجزائر العاصمه هو مكهرب. وبالنسبه للهضاب العليا والجنوب الكبير اللي رانا نتحدث عليه ربما ايضا لا. يجب مواكبه نفس المعايير بالنسبة لهذه المناطق. نبدأ بالخط الشمالي. الخط الشمالي حاليا هو قيد الدراسات لكهرباء، لأن هناك مقاطع هي قيد الإنجاز حاليا، كنا قد سلمنا مقاطع وهناك أخرى هي قيد الإنجاز. دونك غير نكملوا إن شاء الله من وضع السكة وتحديث الخطوط يتم انطلاق في أشغال الكهرباء إن شاء الله. أما خطوط الهضاب العليا حاليا على مسافة 1160 كيلومتر هما قيد الإنجاز، وسيتم تسليم إن شاء الله قريبا 300 كيلومتر لتربط بين المسيلة وبوكسول حتى تيسمسيل، وعند الانتهاء من الأشغال هو نطلق دراسات لدراسة كهرباء الخط، وبعدها نتم الانطلاق يعني بمراحل. نعم. راح نجوب بمراحل ربما حتى بالنسبة للجنوب الكبير مهم أنه نطرح إشكالية المناخ والزوابع الرملية اللي تأثر على النقل السككي بشكل كبير جدا، يعني ربما فيه معاناة حتى بالنسبة للمواطن يتأثر لأنه يعني ربما فيها يعني يحبس القطار ما يقدرش حتى يتحرك
بسبب هذا يعني هذا الظروف المناخية اللي يمكن نعم بالفعل هذه إشكال مطروح لنا بالنسبة للانسابلمون تاع اللي هي كاين مناطق معروفة يعني اللي هي يجي فيها الرمل وفي دي بيريود معروفة كذلك. وحنا نعاني في الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية بالفعل حنا عملنا يعني قطارات حديثة بتصير في هذا المقطع هذا و هي من المفروض أنها ربما يعني مجهزة بشكل حديث لكن ربما زوبعة رملية صعب أنه هي كاين حلول تقنية لكن هي حلول طويلة المدى لازم متابعة إعادة تهيئة ربما لا يعني هي كاين حلول تقنية وفوزيناج نتاع لابوا كاين بعض الـ الـ يعني دي سيستم تاع أنظمة يجب أنظمة يعني غرس الأشجار وبعض من أنواع من النباتات لحفاظ على السكة الحديدية. احنا اليوم اللي يعني بور ريبوند لهذا الاشكال هذا احنا راح نقتنيو يعني دي ماشين دو ديزونسابلمون باش ما نحاول نقلص من هذا المشكل اللي يحدث لنا ويصبح القطار حابس في وسط يعني يعطل المسافرين حتى نقل البضائع يعطل وحنا يعني يكلفنا كذلك لان لازم ناتي بحافله لنقل البضائع لنقل المسافرين وهذا الاشكال احنا نحاول لا سوليسيون ايدوال كيلفو سي غرس وتريتمون دي زون هذوما بتقنيات معروفه اللي هي طويله المدى بالفعل. حاليا نحن بالنسبه في الاشغال نحن نعاني من هذه الظاهره في اثناء الاشغال. هناك اوقات كاين وين ديكول وارد تكون زوابع رمليه راح تتراكم علينا اثناء وضع السكه ما يقدروش يخدموا حتى 24 حتى دونك هذا المشكل كنا قد طرحناه وكان خبراء راحوا كاين عده خبراء من منطقه تقورت وكذا راحوا شافوا المناطق اللي كولوار هذا وكذا وهناك دراسه انطلقتها الوكاله الوطنيه لإيجاد حلول حالية قبل استغلالها من طرف الشركة. وحتى كاين إشكالية ربما أخرى هي أيضا أن المواطن يجب تحسيسه من أجل حسن يعني التصرف واستعمال ربما هذا المكاسب اللي هي مهمة جدا ما نتحدثوش طبعا على كل المواطنين لكن فيه ربما تصرفات أيضا أدت يعني يعني في إشكاليات على مستوى ربما هذه القطارات. ممكن تحدثنا على هذه الإشكالية؟ لا هي ربما يعني في حتى ربما عملية تحسيسية بالنسبة للشركة. احنا قمنا بعديد من المرات يعني عملية تحسيسية وأبواب مفتوحة للبشر. هي في الحقيقة عكس بعض المواطنين في الشمال يعني بما أننا نتكلم على الجنوب السكان الجنوب استحسنوا القطار عودة القطار وهما ما يقوم في الحقيقة ما نسجلوش يعني اعتداءات على المجال السكاكي في هذه المناطق لكن بالفعل يعني شبكة السكة الحديديات يعني تتعرض للعديد من المشاكل وعلى الاعتداءات بالنسبة ل يعني الإشارات السكاكية للسكة الحديدية وضع بعض الأشياء في السكة الحديدية لكن احنا بالتنسيق مع يعني الوسائل الأمنية نحاول باش نحارب هذه الآفة اللي هي كذلك تعيق سير القطار كما ينبغي. نعم دكتور عز الدين بن تركي إذن يعني ما أهمية ربما أنه نستغل هذه السكة الحديدية مستقبلا بشكل أفضل سواء بالنسبة للمواطن يعني يجب عنده تكون عنده ثقافة ربما توجه إلى استعمال السكة الحديدية اللي تسهل عليه الكثير وكذلك يعني التوجه إلى هذا الوسيلة بشكل أكبر. والله هذا يتطلب صراحة مراجعة مسألتين أساسيتين بالنسبة لشركة الاستغلال اللي هي الشركة الوطنية للسكة الحديدية. المسألة الأولى تتعلق بالرفع من تنافسيتها بالنسبة للأنماط الأخرى البديلة أو التي هي متكاملة معها في بعض الأحيان.
وهذا يمر أساسا عبر مراجعة مخطط الأسعار بالنسبة لخدمة النقل والتنقل، يعني نقل البضائع وتنقل الأشخاص. هذه مسألة جوهرية. المسألة الثانية المتعلقة بإعادة النظر وعصرنة أنظمة المكافآت والعلاوات بالنسبة للشركة، يعني أعوان المستخدمين. لأن عادة يلاحظ أن المؤسسات اللي هي عندها طابع تجاري وأيضا لها طابع المرفق العمومي، عادة ما تكون منظومات المكافآت فيها أو العلاوات هي منظومات ساكنة، ليست ديناميكية، بمعنى ليست مرتبطة بنتائج النشاط. إعادة ربط المكافآت وأجور المستخدمين وخاصة العلاوات المتغيرة بنتائج النشاط، هذا راح يحفز أكثر كل العوان الذي يعني الذين يشتغلون ضمن الشركة، سواء على رأس الهرم أو أبسط عون. نعم، شكرا دكتور عزيز بن تركي، لانه ما بقالناش وقت الحصه. نعم. اذا تحفيز عمال الشركه الوطنيه للنقل بالسكك الحديديه، ما بقالناش وقت، اذا ربما كلمه في الختام تفضل. لا احنا لازم نعرف بان النقل بالسكك الحديديه هي قضيه كذلك ثقافه تاع المواطنين، وحنا نعمل ان شاء الله بتنسيق مع الوكالة باش نوفر لسكان الجنوب والهضاب العليا وكذلك جميع المواطنين الجزائريين وسيلة هامة، وهي وسيلة نذكر مرة أخرى هي الوسيلة من الوسائل الآمنة بالنسبة للنقل المسافرين وكذا البضائع، ونوفر لهم ونحسن في الخدمات اللي نوفرها للمواطنين إن شاء الله، وحنا نعمل من اجل ذلك. نعم، تفضل كلمه الختام. بالنسبه انا بالنسبه لسكان الجنوب نقول باللي المشاريع نتاعنا راح تمس جميع ولايات الجنوب والهضاب العليا، كل المشاريع راح تمس ولايه هذه الولايات الجنوبيه او الولايات الهضاب العليا، راح تكون هناك قطارات ذات سرعه 220 كيلومتر في الساعه، وراح نجهزوا باذن الله بكل المرافق اللي راح نسهر على راحة المسافر أو لنقل البضائع أو لكل مناطق الجنوب أو الهضاب العليا إن شاء الله. نعم، إذن شكرا لك سيد أكتوش عبد الوهاب مساعد المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية على كل هذه المعطيات. شكرا لك سيد مزار عبد القادر المدير المركزي بالوكالة الوطنية للدراسة وإنجاز السكك الحديدية على كل هذه الإضافات. ونشكر طبعا الدكتور عز الدين بن تركي أستاذ في الاقتصاد الذي كان معنا من قسنطينة. أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.